بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الفضائية الموصلية، أهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية الرمضانية الجميلة، ونحن ننقل لحضراتكم ترجمة لأحد قادة بلاد وادي الرافدين. ونحن عندما نتحدث عن قادة بلاد وادي الرافدين نتحدث عن دولتين عظميين، هاتين الدولتين هما الدولة الآشورية والدولة البابلية. نحن الآن مشاهدي الكرام نتحدث عن الدولة الآشورية، ونتحدث تحديدا في مرحلة الدولة في طور الإمبراطورية في عهدها الثاني الممتد ما بين عام 744 وحتى نهايات الدولة الآشورية عام 612، وأيضا نتحدث ضمن سلسلة من ملوك المرحلة السرجونية التي بدأت بسرجون الآشوري الثاني لتنتهي أيضا بآخر ملوك هذه السلالة المهمة في تاريخ العراق القديم. وطبعا بالتأكيد نتحدث الآن عن شخصية مهمة أيضا جدا، وهي الملك أسرحدون ابن سنحاريب، وطبعا سنحاريب هو ابن سرجون الآشوري الثاني. وأيضا نرى أن أسرحدون أيضا لعب دورا كبيرا في الحياة السياسية في الدولة الآشورية، مما حدا بنا الآن نتحدث عن هذا القائد الكبير الذي بالتأكيد حقق إنجازات كبيرة على الصعيدين العسكري وأيضا على الصعيد الحضاري. بداية نقول أن في بداية تسنم كل آهل في كلتا الدولتين، يعني في الدولة الآشورية أو في الدولة البابلية، في بداية حكمهم تكون هناك كثير من الاضطرابات والثورات. وكما ذكرنا أن الوصف الإمبراطوري ينطبق على هذه الدولة، بالتأكيد هناك أمم وأقوام وكيانات سياسية هي من خارج الأرومة الآشورية، فبالتأكيد تحاول مع بداية حكم كل ملك أن تخرج من إطار حكم الدولة الآشورية. وهذا بالتأكيد ينبغي على الملك الذي يتسنم دست الحكم، لابد وأن تكون له أعمال كبيرة لا سيما في الجانب العسكري. طبعا هذا لم يخرج عن سياق التاريخي عبر تاريخ هذه الدولة، وأيضا عبر المرحلة التي نتحدث عنها ضمن السلالة السرجونية. وأيضا بدنا أن نقول أن دائما نهايات أكثر الملوك تكون أيضا نهايات في بعض الأحيان غامضة ومضطربة، وكثير من الحالات التي تودي بالملك كما حدث لسنحاريب عندما قتل على يد أحد أبنائه أيضا بشكل غامض، وأصبح هناك صراع على السلطة من قبل أبنائه. وطبعا في البداية نقول أن لديه 6 أبناء، توفي الابن الأكبر في حياة الملك، فبقى من هم ينطبق عليهم الوصف ليكونوا حكاما أو ولاة للعهد هم 2. فنرى أن هؤلاء كما تذكرهم المصادر تصارعوا كالتيوس من أجل نيل الملكية. وقلنا أن أسرحدون عندما اعتلى دست الحكم، وطبعا أيضا هو حكم ما بين عام 681 إلى 668 قبل الميلاد، أي حكم بحدود 13 عام. رغم هذه الفترة، يعني الحقيقة لن تكن بفترة طويلة، إلا أنها كانت حافلة وحبلة بالأحداث الكبيرة، لا سيما كما ذكرنا على الصعيدين الحربي العسكري وأيضا على الصعيد الحضاري. عندما اعتلى دست الحكم أسرحدون، قلنا كان هناك أمامه عدة تحديات، فكان
في جنوب البلاد، يعني في بلاد بابل أيضا هناك كان العديد من ثورات للخروج من النير الآشوري، يضاف إليها في أماكن أخرى. نرى أن هذا الملك أيضا مع بداياته تصدى للعديد من هذه الثورات، لا سيما أول بدايته كانت في بلاد بابل. وبودي أيضا أن أعود وأذكر يعني قبل الانتقال، يعني أننا سنتحدث في لقاءات لاحقة عن أيضا الملوك البابليين في المرحلة التي نتحدث عنها في المراحل الأخيرة لهاتين الدولتين العظيمتين اللتان عاشتا حياة كبيرة وحياة عسكرية عظيمة. نرى أن هاتين الدولتين العظيمتين بالتأكيد كان هناك هيمنة لإحداهما على الأخرى، يعني عندما تكون الدولة الآشورية قوية كانت بابل تكون تابعة لها والعكس صحيح، إلا أننا الآن نتحدث عن مرحلة تاريخية غاية في الأهمية وهي مرحلة الإمبراطورية لا سيما في عهدها الثاني. فبالتأكيد كان هناك عظمة لهذه الدولة لا سيما عصر السلالة السرجونية التي امتدت الحقيقة لأكثر من قرن من الزمان. استطاعت هذه السلالة أن تقوم بتوسيع هذه البلاد وأيضا أن تحيا بحق العهد الإمبراطوري لهذه الدولة المهمة وهذه الدولة العظيمة الدولة الآشورية. فنرى أول ما يكون هناك لهؤلاء الملوك هو تقييم مواقفهم ووجودهم في المناطق لا سيما في المنطقة في منطقة جنوبية من الدولة. يعني إخواني الدولة الآشورية يعني حقيقة هناك أربع جهات، في الجهات الأربع هناك تحديات، فدائما كانت تبدأ بالجهة التي تحتاج إلى المعالجة، فكانت بدايتها في بدايتها هي إرجاع بلاد بابل تحت الهيمنة والسيطرة الآشورية، ثم تعود مرة أخرى إلى الجهة الغربية يعني جهة بلاد الشام التي أيضا كانت فيها كثير من الاضطرابات وأحيانا الثورات، يعني كما حدث لملك صيدا عندما أعلن ثورته. نرى أن الدولة الآشورية عندما استطاعت القضاء على هذا الملك الثائر الذي كان الحقيقة تحت السيادة الآشورية، استطاع الملك أسرحدون من القضاء على هذه الدولة وأيضا تدميرها بالكامل وأخذ هؤلاء يعني شعب هذه المملكة كأسارة إلى المملكة الآشورية. وأيضا نرى أنه في منطقة صور كانت هناك المنطقة البديلة، أيضا كان هناك لا سيما في هذا الجانب الذي نتحدث نحن عنه هو أن ملوك مصر، يعني نحن نتحدث عن أن سنحاريب كانت له معالجات لملك مصر الملك طهراقة. هذا الملك الحقيقة ذكرنا عنه سابقا أنه كان دائما يعمل على تأجيج الثورات في الممالك اليهودية، ونحن نتحدث في وضع بأن الممالك اليهودية قد أصبحت مملكة واحدة هي المملكة الجنوبية، هذه المملكة التي أيضا عاصمتها القدس. هذه المملكة أو مملكة يهوذا دعنا نقول كانت أيضا تلقى كثير من التحريض من قبل الملك طهراقة عندما كان يذهب إلى هذه المملكة اليهودية ويقوم بتقديم المساعدة لها بالقضاء على الحامية الآشورية وعلى الملك الآشوري الذي هو صنيع للدولة الآشورية، ويعمل على إسقاطه ويعيدها إلى حظيرتها.
يعني يتركها خارج سيطرة الدولة الآشورية، طبعا هذا يكلف الدولة الآشورية الشيء الكثير. يعني بفضل المسافة الكبيرة ما بين هاتين أو هذين الموقعين الكبيرين، نرى أن الملوك الآشوريون ما كانوا يغفروا لملوك مصر، لا سيما نتحدث عن مرحلة الملك طهراقة وما قام به لأكثر من سنة. خلال هذه المراحل نرى عندما سنحاريب استطاع القضاء على هذه الثورة وهروب طهراقة خارج مملكته، نراه يعود بعد سنتين ليقوم بالدور ذاته من أجل تقويض السيطرة الآشورية على المملكة اليهودية، وأيضا إبعاد شبح هذه الدولة عن المملكة في مصر. نرى أن حسن حدون استطاع وبنفسه أن يقود حملة كبيرة يلحق بها طهراقة إلى جنوب بلاد مصر، يعني إلى منطقة النوبة، وأيضا يعمل على تقويض هذه السلطة وهذه السيطرة وإعادة المملكتين، يعني المملكة اليهودية وكذلك المملكة المصرية تحت السيطرة الآشورية. وطبعا هذا كان يحتاج أمام تلك المرحلة إلى جهود كبيرة، يعني أكثر من 1300 ميل ما بين مسافة كبيرة ما بين هذه الدولة أو ما بين الدولة الآشورية، أو دعنا نقول عاصمة الدولة الآشورية وهذه المناطق لا سيما في جوانبها الغربية، فكانت أيضا تحتاج إلى قوات عسكرية كبيرة. فكانت الدولة الآشورية أيضا تجيش الجيوش وأيضا تقوم بتنظيم الحملات العسكرية الكبيرة من أجل القيام بهذا العمل. وفعلا هذا ما حصل على عهد سنحاريب. وقلنا العفو على الملك أسرحدون ابن سنحاريب، الذي طبعا سنحاريب لم يستطيع إنهاء هذا الموضوع بشكل كامل. نرى أن أسرحدون استطاع من أيضا إنهاء هذا الدور أيضا لمرحلة، إلا أن في نهاية حكمه وبعد وفاة يعني أسرحدون، إذن مشاهدي الكرام قلنا أن بعد قضاء أسرحدون على مملكة صيدا وأيضا أسر ملكها وقتله، كذلك التوجه إلى الجهات الغربية، استطاع خلال هذه المرحلة من إعادة سيطرة الدولة الآشورية على هذه المناطق لا سيما في بلاد الشام. نرى أنه، وكما ذكرنا أنه عندما استطاع أيضا العمل ضد المملكة المصرية، نرى أنه وبعد أيضا سيطرته سيطرة تامة على بلاد بابل، هنا أراد التوجه إلى الجبهتين الأخريين وهما الجبهة الشمالية والجبهة الشرقية. وطبعا نحن نذكر عند أحد عندما تحدثنا عن الملك سنحاريب وقلنا الأقوام الجمريين الذين أتوا من جنوب روسيا إلى منطقة آسيا الصغرى، يعني في المنطقة الشمالية من الدولة الآشورية، وأيضا تشكيلهم خطرا كبيرا على الدولة الآشورية. نرى أن الدولة الآشورية بعد أن استتب لها الأمر وأيضا كان هناك الهدوء في الجبهتين الجنوبية والمنطقة أيضا الغربية من بلاد آشور، نرى أن أسرحدون تفرغ الحقيقة للجبهتين الشمالية والشمالية والشرقية والشمالية الشرقية، يعني هناك أيضا بلاد مادي أو البلاد المادية، يعني التي كانت مع منطقة أوريميا
يعني في مناطق إيران الحالية، وأيضا كما ذكرنا في المناطق الشمالية في منطقة آسيا الصغرى. وأيضا هؤلاء الأقوام حقيقة أيضا شكلوا خطرا كبيرا على هذه الدولة. نرى أن أسر حدهم تفرغ لهما. مشاهدي الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. عودة جديدة مشاهدي الكرام، ونحن الآن نتحدث عن سياسة أسر حدون، لا سيما في الجانبين الشمالي والشمالي الشرقي، وأيضا في الجانب الشرقي من الدولة الآشورية. فطبعا كان هناك الإشكازيين والإسكيثيين، هؤلاء الأقوام الذين تمت محاربتهم في مراحل سابقة، الآن تعاهدوا من أجل إزالة السيطرة الآشورية على هذه الأقسام، لا سيما في منطقة قرب بحيرة أورميا، وأيضا أرادوا الخروج من السيطرة الآشورية. طبعا هنا أسر حدون، وأيضا تجدر الإشارة بأن هذه الأقوام وأيضا القمريين معهم، كانت هناك يعني حرب ما بينهم وما بين سرجون وايضا ولده سنحاريب، ومن ثم وصلت الامور الى عهد اسر حدون. نرى انهم كما ذكرنا استطاعوا من التحالف ضد الاشوريين، وايضا شكلوا تهديدا كبيرا على الدوله الاشوريه. وايضا في منطقه كيليكيا أيضا استطاعوا الخروج من السيطرة الآشورية. طبعا بالتأكيد لابد للملك الملك أسر حدون من أن تكون له أيضا سياسة تجاه سياسة هؤلاء. فنرى أنه حقيقة أخذ معاهدات صلح مع عدد من هؤلاء الأقوام، حتى أنه بين هذه المعاهدات معاهدة الصلح التي أبرمت ما بينهم، تم تزويج أحد ملوكهم من أميرة أيضا آشورية من أجل تعزيز هذا السلم. نرى أيضا مشاهدي الكرام أن هذه يعني المرحلة ما بين السلم الذي أقامه، نرى أنه كان هناك أيضا تحركات للقوى الميدية أيضا على المنطقة، لا سيما المنطقة الشرقية من البلاد الآشورية. أيضا نرى أن أحد الملوك المسمى فرهاطس استطاع أيضا أن يخرج عن السيطرة ويخرج أيضا عن الحكم الآشوري، ويشكل أيضا تهديد على الدولة الآشورية، مما حدا بأسر حدون
من أن حقيقة يقيم حملة يقودها بنفسه للقضاء على هذا الملك وإعادة مملكته إلى جادة السيطرة الآشورية. طبعا هذه يعني مشاهدي الكرام نرى يعني عظمة الدولة الآشورية وحنكة هذا القائد الذي ينطبق عليه وصف لأحد قادة بلاد الرافدين الذي استطاع في خضم هذه التحديات وأيضا من عدة اتجاهات ومن عدة أماكن من أن يستطيع الوقوف أمام هذه التحديات إما من خلال الدبلوماسية أو من خلال العمل العسكري المباشر، وفي كلتا الحالتين تحتاج هذه العمليات إلى قائد ينطبق عليه هذا الوصف الذي نحن نتكلم عن هؤلاء القادة العظام الذين قادوا بلاد وادي الرافدين سواء في شماله أو في جنوبه لتحقيق إنجازات حضارية كبيرة، وكما قلنا على الصعيدين الصعيد العسكري وأيضا على الصعيد الحضاري فضلا عن جانب العمراني وكثير من الأمور التي تنطبق على هذه الدولة العظمة في كل مناحي الحياة السياسية. إذن مشاهدي الكرام كما ذكرنا أن هذه الدولة كانت أمام تحديات كبيرة، يعني كما ذكرنا أنه في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية وتحديدا القبائل المادية والقبائل الميدية هؤلاء الذين شكلوا الحقيقة قوة كبيرة لا سيما في أحد قادتهم الذي ذكرناه قبل قليل استطاعوا أن يحققوا أهداف كبيرة وأن يقيموا أيضا ثورة للخروج من السيطرة الآشورية وهو طبعا القائد هذا فرهاطيس. هذا القائد الذي كما ذكرنا استطاع أن يشكل خطرا كبيرا على وجود الدولة الآشورية في المناطق سالفة الذكر، إلا أن قوة وحنكة وقوة الإدارة وأيضا ما يتمتع به هذا القائد من مواصفات ومميزات جعلته بمصافي القادة العظام استطاع من القضاء على هذا التمرد وأيضا استطاع من إعادة هذه البلاد تحت الحظيرة الآشورية. نرى أن بعد ما هذه المناطق يعني المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية والشمالية الشرقية والمنطقة الجنوبية نرى في الجانب الغربي أيضا كان هناك تحدي جديد لمصر، وكما ذكرنا ملوك مصر فأيضا كانت هناك حملة كبيرة جردت كما ذكرنا بقيادة أسير حدون للوقوف أمام هذه الثورة الكبيرة. وطبعا كيف قلنا بأن ملوك مصر لا سيما في المرحلة التي نتحدث عنها وهو الملك طهراقة كيف كان يتحين الفرص بين الفينة والأخرى ليست للخروج من نير السيطرة الآشورية حسب، بل حتى تأليبه لملوك المملكة اليهودية، وأيضا نرى تشكيله أيضا خطرا على هذه الدولة، وبالتأكيد ملك وقائد بمواصفات أسر حدون لا يمكنه السكوت على هذا الفعل، فبالتأكيد كانت له حملات أو حملة كبيرة استطاعها من أن يأتي عبر منطقة العريش وإعادة هذه الممتلكات إلى الدولة الآشورية في الجانب كما ذكرنا الجانب الغربي من البلاد الآشورية، وأيضا تفرغه إلى مصر. ونذكر نحن الآن يعني ونتحدث بعد هذه الفترة الطويلة الزمنية الكبيرة أن هنا تتجلى قدرة القائد وقدرة الجيش وقدرة الدولة الآشورية على الوقوف
بيواجه هذه التحديات، وإلا كيف الدولة أبان تلك المرحلة وفي تلك الظروف من أن ينقلوا ويستطيعوا نقل قوات عسكرية كبيرة. يعني في تلك المرحلة تعد الجيوش الآشورية من أقوى الجيوش العالمية في تاريخ العالم القديم أبان تلك المرحلة، وإلا كيف استطاع هذا الجيش واستطاعت هذه الإمبراطورية العظيمة من أن تقف أمام هذه التحديات الكبيرة ومن كل الاتجاهات. يعني حتى بلاد آشور التي تعد شقيقة بلاد بابل التي تعد شقيقة للدولة الآشورية، يعني من الناحية النسبية أن بلاد آشور وبلاد بابل هما ينبعان من نبع واحد وهما من الأقوام السامية. يضاف إلى هذا أن هناك دخول عنصر آخر جديد لا سيما في المنطقة الغربية، وهي أيضا دخول القبائل العربية مع هذه القبائل للخروج من السيطرة الآشورية. فبالتأكيد على ملك آشور أن تكون له دور أو أن يكون له دور كبير من أجل التصدي لهذه التحديات والوقوف بوجه هذه التحديات الكبيرة. وأعود وأقول بأن الدولة الآشورية عندما يعني في تلك المرحلة إذن كانت هناك دبلوماسية كبيرة لهذا الملك، يعني عندما انتقل بجيوشه وقواته العسكرية في الجانب الغربي نرى أنه قد أمن قبلها الجانب الشمالي والجانب الشرقي أيضا، فضلا عن السياسة التي ذكرناها في الجانب الحربي وجانب جانب الجيش. نرى أنه أيضا كانت هناك دبلوماسية كبيرة بعقده الاتفاقات الدبلوماسية بينه وبين هذه الأقوام أو بينه وبين هذه القوى وبين هذه القوى السياسية الحقيقة والعسكرية التي أمن جانبه أو جانب الدولة الآشورية منها ليتفرغ إلى جوانب أخرى. وطبعا هذه أيضا تحتاج كما قلنا إلى حنكة كبيرة ودراية في فنون الحرب والقتال. لذا نرى أن فتح مصر بحد ذاته أبان تلك المرحلة كان بحد ذاته يعد إنجازا حضاريا. هذا إذا ما علمنا فترة حكم هذا العاهل التي لم تتجاوز 13 سنة من حكمه، استطاع أن يقوم بكل هذه الإنجازات الحربية والإنجازات الحضارية. مشاهدي الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. عودة جديدة مشاهدي الكرام، فأهلا ومرحبا بكم. مشاهدي الكرام، نحن الآن نتحدث عن حملة الملك أسر حدون إلى مصر
وأيضا استطاعت هذه الحملة أن تغزو مصر، وأيضا لم يقوى الملك طرقو أو طهراقة ملك مصر على الوقوف بوجه الجيوش الآشورية، مما حدا به أن يهرب خارج البلاد. وأيضا تتقدم الجيوش الآشورية إلى عاصمة دولته منفس، وأيضا تحتل هذه العاصمة، وأيضا إعادة السيطرة الآشورية على هذه البلاد. نرى بعد فترة أيضا من الزمن أن هذا الملك أيضا لم يستكين، وظهر أيضا لي أو ظهر أيضا على الساحة السياسية والساحة العسكرية بعد سنتين من هذا الاحتلال ومن هذا الغزو الآشوري لهذه البلاد. فنراه مرة أخرى يعلن العصيان على الدولة الآشورية، وأيضا يقوم بأعمال من شأنها إعادة السيطرة على العاصمة وأيضا منفس، وأيضا الخروج من السيطرة والحكم المباشر للدولة الآشورية والاحتلال الآشوري لهم، من أجل أيضا إعادة سيطرته على البلاد المصرية. أيضا هذا العمل الحقيقة مشاهدي الكرام نرى أنه في التنقيبات التي أجريت على منطقة نمرود، تحديدا مدينة نمرود عام 1955، نرى أن يعني الحملة أيضا وجدت مجموعة من الكسر أو الأحجار أو مجموعة من تماثيل الآلهة المصرية وأيضا الملك المصري. يبدو أنه تم تحطيم هذه المقتنيات عندما أتوا بها إلى بلاد آشور وتحديدا إلى نمرود. في بداية الأمر حتى الحملة الحقيقة لم تستطع أن تفهم هذا العمل الذي كان من شأنه تحطيم هذه القوة للملك طهراقة، وأيضا الإتيان بكل موجودات العاصمة منفس إلى إحدى عواصم الدولة الآشورية. وطبعا هنا أيضا بودي أن أؤكد بأن الدولة الآشورية عظمتها بان تلك المرحلة كانت لديها 4 مدن بمثابة عواصم، هي آشور ونينوى ونمرود وخورشيبات أو دور الشراكين. هذه المدن وهذه العواصم تؤكد لنا عظمة بلاد آشور وعظمة قادة هذه الدولة العظيمة. فنرى أن هؤلاء أو هذه البقايا كما ذكرنا المقتنيات من مدينة منفس العاصمة، عاصمة طهراقة، إلى نمرود، كانت البعثة قد عثرت عليها، وأيضا لتبقى شاهدا على العصر. طبعا في حوليات هذا الملك هناك أيضا كثير من الأفعال والأعمال الحقيقة الكبيرة التي دعنا نقول يتبجح بها، إلا أنها أيضا شكلت كما ذكرت أهمية كبيرة في جانب يعني السوق العسكري أبان تلك المرحلة. يعني في تلك المرحلة دولة في يعني كانت تمتلك من الآلة العسكرية العظيمة والآلة العسكرية الكبيرة، استطاعت هذه الآلة أن تصل إلى أعماق بلاد مصر، وأيضا كما ذكرت يعني تذهب إلى جنوب مصر حتى إلى منطقة النوبة، وحققت هذه الإنجازات بإعادتها السيطرة على هذه المنطقة. إلا أن عناد هذا الملك أو هذا العاهل الذي كان يحكم تلك المنطقة وهو الملك طهراقة الحقيقة لم يستكين، نرى أنه اختفى عن الخريطة السياسية لمدة 2 عام، ثم عاد ليلعب ذات الدور، مما حدى بالدولة الآشورية عدم السكوت عن هذه الفعلة وعن هذه الأعمال. نرى أن هنا
كانت تجريد الحملة الأخيرة في حياة أسر حدون للدولة الآشورية بتجيشه جيشا عظيما من أجل إعادة السيطرة والقضاء على الحاكم طهراقة. إلا أن ظروف يعني الملك أسر حدون والذي توفي في عام 669 وهو يقود هذه الحملة في الطريق حال دون القيام بإكمال هذه المهمة، تلك المهمة التي الحقيقة حولت إلى ولده آشور بانيبال الذي قام بهذا العمل عام 667 قبل الميلاد، وبأن يقضي بشكل نهائي على الملك طهراقة. هنا أيضا بودي أن أقول بعض المعلومة لكم مشاهدي الكرام، أن هذه المدينة يعني مدينة نينوى التي نحن الآن نتحدث من عليها أنها استطاعت أن تجيش الجيوش وأن تقيم ما بين 8 إلى 9 حملات جردتها على الممالك اليهودية. قلنا خلال هذه المرحلة التي اتفقنا عليها المرحلة الإمبراطورية الأخيرة أو الثانية، ففي عام 722 تم إزالة المملكة الثانية من قبل سرجون الآشوري الثاني، وطبعا كان في تلك المرحلة كان قائدا عاما للجيوش الآشورية قبل أن يكون ملكا. وأيضا تحدثنا عن طبيعة هذا القائد كيف وصل إلى دست الحكم وإلى الملكية. وما يهمنا في هذا الجانب أن هذا القائد حقيقة كان أحد قادة بلاد الرافدين الذين نفخر بهم لتحقيقهم الإنجازات الحضارية فضلا عن جانب الإنجازات العسكرية. إذا ما من سرجون الثاني إلى حديثنا الآن وإلى آشور بانيبال جردت حقيقة 9 حملات، هذه الحملات استطاعت الوصول إلى هذه الممالك. قلنا المملكة الشمالية تم تقويضها في عام 722 قبل الميلاد، وأيضا استمرت هذه الحملات إلى حديثنا عن مترجمنا أسر حدون الذي نتحدث عنه اليوم. وعلى الرغم من أنه ما قدم من إنجازات عسكرية نراه أن هناك إنجازات حضارية وإنجازات عمرانية، وهناك موجود في منطقة تل النبي يونس عام 1955 تم التنقيب عن آثار هذا الملك العظيم، نرى أنه تم تحقيق أيضا إنجازات حضارية كبيرة على الرغم من هذه الإنجازات التي تحدثنا عنها، على الرغم من أن فترة حكمه لم تتجاوز 13 عام. إذن هذا الملك وهو في طريقه إلى مصر قلنا توفي عام 669 لتوكل المهمة لاحقا لولده آشور بانيبال عام 667. وأيضا هنا نرى أن آشور بانيبال استطاع من نقل هذه الآلة العسكرية العظيمة الجبارة الضخمة من هذه المنطقة، من منطقة يعني العواصم الآشورية إلى بلاد مصر وإلى جنوب مصر، وأيضا تحقيقه إنجازا عسكريا عظيما بقضائه على ملك مصر الذي كان دائما يحرض ملوك الملوك الممالك اليهودية، واستطاع القضاء عليه بشكل كامل. إذا مشاهدي الكرام نحن الآن يعني أمام أيضا أحد المثابات وأحد القادة العظام لتاريخ العراق القديم بشقيه الآشوري وأيضا البابلي، ونحن أمام أحد قادة بلاد وادي الرافدين. مشاهدي الكرام لم يبقى لنا إلا أن نودعكم على أمل اللقاء بكم في برنامجكم قادة بلاد الرافدين. إلى ذلك الملتقى وإلى شخصية جديدة وقائد جديد نقول نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.